السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان والأخوات متابعي قناة تربية المعايز، معكم أخوكم عبد الحميد، تحياتي لكم، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحة جيدة إن شاء الله. نتوما كيما كتشوفو راه حنا بدينا نشوي إن شاء الله، ما شاء الله هادشي راه زين، وسمحولنا واخا تنشهيوكم في هاد الشوا وفي هادشي سمحولنا بزاف، ومرحبا بكم اللي جا لهنايا مرحبا به، راه نوجدو لكم إن شاء الله الشوا. الزديان والخرفان هو السوايا هو الاخ عبد الهادي ما تسالوش تحياتي ليكم اسيدي احسن شوف الترازة ديال الترازة لا ديال الواجد تاع الطروبيل اسيدي سيدي باني ما تسالوش تخافوش علينا عمو حالة في البلاد ما شاء الله كما كتشوفوا الشوا كل شيء موجود الخير موجود كنشوفوا الاخوان سبحان الله الماء منين خارج من داك الجبل من وسط الحجر كتشوفوا راه كاين تما جوج جبال والماء ديز من وسطهم وعاد الماء اللي خارج من الجبل سبحان الله العظيم سبحان الله الخالق وكاين تما دايرين لهم واحد الطريق راه كما كتشوفوا ديزا على الجبل دايرينها غير دايرينها غير بالعود بالخشب تيتمشى الانسان اللي بغى يدخل من تما راه ممكن يدخل يتمشى من تما هاد المنطقة راه قريبة عليها هادي راه تابعة للوايد عبد الله خيس هاد الاسم ديال هاد الفيلاج اللي هنايا تابع ليه هاد الجبال وهاد المناظر ما شاء الله الاسم ديالو بالعربية عبد الله خيس سميته الفيلاج القرية ومناظر ما شاء الله الاخوان انتما كما كتشوفوا اللي بغى كما قلت لكم اللي بغى يزور المنطقة مرحبا به راه كاين الفنادق كاين الديور الكراء والديور راه ان شاء الله بالنسبة للثمن راه نقول لكم الثمن ديال الديور هنايا بلا بيسين ديالهم بحال الشكل ديال الفيلات هو الاخ عبد الهادي الله يعطيك الصحة اخو عبد الهادي صحتك اخويا جدي معلم ديال الشواية معلم ديال الشواية الشواية والذبيحة ما تسالوش ززار نيت ما شاء الله عليه انتما الاخوان وكتشوفوا راه شدينا هادي هاد الدار هادي سير صور لهم لابيسين اليوتيوب وما يدير تبارك الله على اليوتيوب وتبارك الله على الناس اللي يحبونا يسالوا علينا من بلاد البلاد ما شاء الله هاد الدار هادي راه تتكره هنايا عمو بزاف ديال الاخوان سولوا على حساب شحال كدير هنا الكرا هادي راه تدير 75 اورو اليوم النهار فيها لابيسين ما شاء الله فيها فيها محلات هادي راه تستد الناس ممكن المهم عائلية على حسب العائلة ها هي الجلسة هنايا في هاد لانتيراس ما شاء الله هادشي راه زين اللي بغا يستمتع مع وليداتو يجي يكري هنايا المناظر ما شاء الله جبال التوركال نعم خويا الثمن راه قلت لهم 70 اورو 75 اورو هادي من شهر 9 حتى شهر 5 ومن بعد شهر 6 حتى شهر 9 110 ديال الاورو اليوم اليوم هادي 24 ساعة هادي هذا هو الخلاص ديال الديور هنايا هادو ديال لابيسين وبالنسبة راه كاين بارتمات كاين بارتمات في الفيلاج تيديرو 45 اورو تقريبا اليوم تا هما ما بين ثلاث الناس اربع الناس البارطمان هذا هو ديال الاثمنه اللي كاينه في هذه المنطقه وهذه المنطقه راه سياحيه المنطقه سياحيه بامتياز الاخوان والشوايه وجديها هو راه الاخ عبد الهادي واضرب نصو ضروري
صحتك يا وليدي تستاهل كل خير. وانا اللي جراح صحتك هنايا جديان خرفان ما كاينش مشكل. كل شيء موجود الخير. جديان خرفان لا بيسين ما شاء الله. جيبوا غير الاورو جيبوا غير الدوبيز ها انتوا ما شاء الله دايرين لهم هنا فين واه راه الله لا هادشي زين زعما ما شاء الله. هادشي ما يكون عندنا في البلاد ولا راه خصك واحد 1500 درهم في اليوم. هنا راه ثمن تيبان ليا مناسب ما شاء الله. وبالنسبه للشراء الاخوان الشراء راه دايرين الديور هنايا في الفيلاج هو راه غالي الشراء هنا لانه هاد القريه هادي قريبه على الطريق السريع بشي 8 كيلومتر ماشي بزاف. هنا الالمان ونقالزا هما اللي مغلين الديور هنا ديال الشراء هما اللي مغلين هنا السكن بلاص والالوان كيشدو كياخذوا التقاعد كيجيو هنايا كيكملوا الحياه ديالهم هنايا تيبغيو الهدوء وتيبغيو تيجيو لهنا الهدوء وهاد المناظر الجميله ما شاء الله. لهذا غالي هنايا الشرا وكاين فيلاجات اخرى كاين قريات اخرين فيلاجات اخرين فيهم الرخام. بالنسبه لهاد البويبلو راه غالي يا الاخوان. كاين الديور في مثلا في القريات كاينه 90 كاينه 80 120 متر وكاينه حتى 120 الف اورو. وبالنسبه للفيلات هنايا في هنا في الباديه راه كاينه ما بين 200 حتى 500 الف اورو ما بين 200 الف حتى 500 الف كاينه 300 الف 400 الف وكتلقى الفيلا فيها 1000 متر هكا ديال فيها الزيتون مثلا فيها الكرم فيها اشجار وكتلقى السكنه هي فيها 120 متر ولا 180 متر ديال السكن فراكه ديال ضروري شاركوا معاهم جميع ما كاين هنايا لانطير الراس هنا اللي بغا يجلس هنايا تشمس هي الصيف وقت الصيف راه تيكون هادشي ما شاء الله لا الجو ولا هادي كرمه هادي ديال كرموس الباكور هادي راه عاد جاي الباكور كيصبنوا شحال هادي في قديم الزمان هادشي راه عندهم ما شاء الله الفراكه هاهي الفراكه هي الفراكه شتيها كي الفراكه ما شاء الله طيبينها هنا كانوا يصبوا كانوا كيفركوا يصبوا الحوايج ولهي كانوا كيشلوا ولهي كيشلوا هادشي كامل مصايبين وعامل الحجر الفراكه راه تهرسات مسكينه دابا نجبروها ياك دابا نجبروها هادي راه خروبه هادي هنايا ما شاء الله هاد الخروب تا هو راه طلع الفوق وريهم الزيتون هاد الفيلا هادي راه فيها كما كتشوفوا راه فيها هنايا هاد الشجرات هادو تا هما تابعين لهاد الفيلا وعاد كاينه واحد الدار اخرى فيها 2000 متر ديال الارض وعاد الدار تا هي شجر اللوزة ما شاء الله جبال التركة راه قريبة هادي على جبال التركة راه أجواء رائعة هنايا هادي راه ديك عصا سيدنا موسى هي هادي اللي تيديرو هي هادي راه الشجرة ديال عصا سيدنا موسى تا هي ما شاء الله كاينة هنا نايضة هنايا في هاد حدا هاد الفيلا نيت ونتمنى إلا جاوبكم هاد الفيديوهات اللي كنشاركو معاكم ومرحبا اللي بغى يجي للاندلس مرحبا به اللي بغى يجي يدوز العطله ديالو في الصيف مرحبا انا ان شاء الله ندبركم الدار ونعاونكم نساعدكم في اي حاجه وتحياتي لكم وما تنساوناش الاخوان من الدعم دعمونا بلايك والاعجاب جزاكم الله خيرا هاديك الاخوان هاديك اللي تشوفو داك الحديد الخضر راه تما تيدوز تران تيدير مالاكا مدريد جو داك الرابيل السريع راه تقبيل لداك الجبل سبحان الله شحال من كيلومتر معرفتش شحال من كيلومتر كاينه كيلومتر وين راه تما تقبيل عاد كاين داك الطريق راه كيما قلت لكم دايرينها بالعود بالخشب السياح اللي تيجيو لهاد المنطقه راه تيمشيو تما اللي بغا يدخل ما عرفتش شحال داير الدخله المهم راه داكشي ما شاء الله راه داكشي مهتمين بهاد السياحه الجبليه والسياحه القرويه مهتمين بها هنايا في اسبانيا
لان اسبانيا راه كتعتمد على السياحه الاخوان بزاف، راه هي تقريبا راه 70 مليون سائح كتزور اسبانيا، لان بالخصوص هذه المنطقه ديال مالاغا فيها البحار والجبال ما شاء الله. وتانا الباديه راه ما تلقاش الباديه فيهم السكن، لان واخا هاجروا الاسبان للمدن انكازا والالمان والبلجيكيين اللي متقاعدين ببلادهم جاو تيستقروا هنايا تيكملوا حياتهم هنايا في الاندلس. اللهم بارك. ما شاء الله راه واحد العوينه هنايا خارج منها الماء، بحال داكشي ديال البلاد سبحان الله. نتمنى ينال عجبكم هاد الفيديوهات وتستمتعوا بهاد المناظر. الدار الاخوان راه للبيع، ها هو اللي كتعجبو كيعجبو الهدوء. كيعجبو الهدوء راه هنايا ما شاء الله راه كاينه واحد الدار للبيع. الجبال و هادي راه للبيع الاخوان كما كتشوفوا. ان دابا الازمه ديال كورونا بداو الناس كيبيعوا، انه بقات السياحه ولا دابا السياحه قلات في هذا العام هذا. ماشي سيبي ندير البيع الدار، الازمه راه اثرات على السياحه بزاف، واحد 90% ولا 80% ديال باش اثرات على دابا بقات غير السياحة الداخلية. بالنسبة للسياحة الخارجية راه مبقات عندهم، سدو الريستورات لوطيلات كلشي سد، نطلب الله يرفع عنا الوباء وترجع الأمور من جديد كيف كانت.